أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، ونبدأ نشرتنا الرياضية مع البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، واللي طلب تقرير عن اللاعبين المصابين قبل الاستقرار على القائمة المبدئية للمنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار في يناير 2024. القائمة المبدئية من المقرر إرسالها يوم 14 ديسمبر للاتحاد الأفريقي، واللي هتضم 55 لاعب. طارق حامد لاعب خط الوسط في نادي دمك السعودي ومنتخب مصر أعلن بشكل رسمي على حسابه الشخصي على تويتر اعتزاله اللعب الدولي ضمن صفوف منتخب مصر. ونادي الزمالك أو فريق نادي الزمالك اختتم تدريباته امبارح على ملعب النادي استعدادا لمباراة ساجرادا الأنجولي اللي هتتلعب النهاردة على استاد السلام في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللعيبة قبل انطلاق التدريب، واتكلم معاهم عن أهمية الفوز في لقاء بطل أنجولا لقطع خطوة كبيرة للتأهل لدور الثمانية للبطولة. وطلب المدير الفني من اللعيبة ضرورة التركيز في لقاء النهاردة واستغلال الفرص المتاحة من أجل التسجيل، وحذر كمان اللعيبة من الاستهتار بالفريق المنافس. لعيبة فريق نادي الزمالك حرصوا على الاحتفال بمعتمد جمال المدير الفني للفريق قبل انطلاق تدريبات امبارح على ملعب النادي استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وده بيجي في الوقت اللي وقع فيه كابتن معتمد على عقود تدريب الزمالك بصفة مؤقتة. كمان بيواصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية في مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراته مع سان داونز الجنوب أفريقي بكرة في ثالث جولات دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال. فريق نادي الأهلي اتعادل مع شباب بلوزداد سلبيا في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بكده بيتصدر الأهلي مجموعته برصيد 5 نقط. النجم الساحلي التونسي حقق فوز مهم على فريق الهلال السوداني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب حماد العقربي في رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. حصد الفريق التونسي أول 3 نقط في المجموعة، وده بالتساوي مع الهلال السوداني والترجي التونسي. من ناحية تانية بيتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي مجموعة برصيد 6 نقط. مهاجمنا المصري مصطفى محمد اتصدر قائمة فريق نانت استعدادا لمباراة فريق باريس سان جيرمان واللي هتتلعب النهاردة ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري الفرنسي. تعالوا نروح للدوري الإيطالي وفريق يوفنتوس اللي حقق الفوز على ضيفه فريق نابولي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة ال15 من عمر المسابقة، بكده بيتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة متفوق بفارق نقطة واحدة بس على انتر ميلان الوصيف، ووقف رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز الخامس. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لشاذلي ومنا نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمى.